عبد الله الهذلول، محمد التمياط معدي من حمزه محمد، وخطا لصالح محمد التمياط على حمزه محمد من النادي الاهلي. وحكم المباراه عمر مهنا يستدعي حمزه محمد. عبد الله الهذلول، ثلث ساعة من شوط المباراة الثاني، 0-0 بين الأهلي والهلال. عبد الله الهذلول بينفذ الخطأ، ينفذ الخطأ عبد الله، يخلصها دفاع الأهلي، ترجع لي عبد خالد في المرمى. حلوة يا تيماوي، هدف حلو 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 جدا 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 من التيماوي. التهديف من خارج المنطقة، ولاعب أكثر من ممتاز يا تيماوي. حلو التهديف، ممتع من المشاهدين، وأكيد أنه لاعب النادي الأهلي استمتعوا فيه أيضا. كرة حلوة من لاعب أقدر أقول عليه لاعب كبير، زي ما قلنا أنه بندر الجار الله، بعد ما هدف لاعب ممتاز. هذا خالد التيماوي من خارج المنطقة في زاوية بعيدة على المترو. حلوة يا تيماوي، وإن شاء الله نشوف أهداف ثانية سواء للأهلي أو للهلال. بندر الجار الله التخيفي، واللعب حيحلو من الفريقين بطبيعة الحال. خالد التيماوي صاحب الهدف، الأهداف تشد.